اهلا بيكم متابعين موقع صدى البلد، معاكم خبيرة الابراج هالة حافظ. هندردش شوية في حاجات ابراج مهمة، هنشوف هنختم السنة دي ازاي، وكمان هنقول حاجات مهمة عن الابراج. طيب لو هنقول كبسولة عن كل برج، او زي ما بنقول المختصر المفيد عن كل برج، هنمسك الاول معانا مولود الحمل. كوكبه الحاكم هو المريخ. طب اهم ميزات او الحاجات الاساسيه اللي بتميز مولود الحمل ان هو قائد ونشيط ومحبوب وكريم، معطاء جدا وصادق جدا وصاحب صاحبه بشكل كبير قوي. ابرز عيوب مواليد الحمل التهور والتسرع والاندفاع والعصبيه، لان كوكبهم المريخ بيديهم الصفات دي. طيب التناقض بقى اللي نلاقيه في مولود الحمل ايه؟ هنلاقي ان هو بالرغم من ان صاحب صاحبه جدا، الا انه لو تعارضت المصالح ما بين الحمل واي حد تاني ممكن يعني يفضل مصلحته على مصلحه اي حد. خلينا نقول المرض النفسي، او بلاش نسميها المرض النفسي، العرض اللي ممكن يصادف مولود الحمل هو الهستيريا. افضل ايام الاسبوع بالنسبه لمواليد الحمل هو يوم الثلاث. مولود الحمل بيتفق مع القوس والاسد والدلو. مولود الثور. كوكبه الحاكم هو فينوس. ميزاته الأساسية إن هو عملي، حنون، ناجح، واقعي، طموح جدا، رزين، عاقل، صلب. أبرز عيوب الثور طبعا كلنا عارفينها، العين. دايما يقول لك ده عنده، ده مولود ثور ده عينه دي جدا، والتشبث بالرأي، وشيال شوية يعني قماص كده، زعله شوية. التناقض اللي موجود في مولود الثور إن هو بالرغم من واقعيته الشديدة جدا، شخص واقعي جدا، إلا إنه لما بيحب حبه بيبقى عميق قوي قوي قوي. خلينا نقول ان العرض النفسي اللي ممكن لو اصاب مولود الثور يبقى ايه، اللي هو اضطراب الذهني يعني، او اللي بيسموه الهذيان يعني. مولود الجوزاء بقى. مولود الجوزاء كوكبه الحاكم هو عطارد. اهم ميزات الجوزائيين ايه بقى؟ كرماء، اجتماعيين، متكلمين، محبين للحياه جدا، ايجابيين، خفيفي الظل، متفائلين، مش روتيني خالص، ناس متجدده كده. ابرز عيوبهم التقلب، عندهم مود سوينج كده، والتناقض في الشخصيه، وعندهم فضول شديد لمعرفه اي حاجه مستخبيه عليهم. التناقض بقى اللي عند مولود الجوزاء ايه؟ بالرغم من وضوحه الشديد هو شخصيه واضحه، الا انه عنده قدره رهيبه جدا ان هو يبين عكس اللي جواه. ممكن يكون حاسس باحساس معين ويظهر لك بصوره تانية مختلفه. المرض العرض النفسي اللي ممكن يجي الشيزوفرينيا. بيتفق جدا مع الدلو والميزان. مولود السرطان. كوكبك الحاكم يا سرطان هو القمر. اهم ميزاتك معطاء، رومانسي، خدوم، عطوف، دبلوماسي، لين، انساني، حدسه عالي جدا، عنده السكس سنس او الحاسه السادسه، خدومين جدا، داعمين جدا، وكرماء جدا. ابرز عيوب مولود السرطان متقلب ومودي وقماص وشديد الحساسيه. التناقض اللي موجود عند مولود السرطان ان برغم ان هو عنده الحاسه السادسه وحدسه عالي جدا، الا ان دايما اختياراته في الاشخاص بتبقى غلط، دايما بيقع مع الشخص الغلط. العرض النفسي اللي ممكن يصيب مواليد السرطان هو الاكتئاب، اللي بيتفق جدا مع العقرب والحوت. مولود الاسد. مولود الاسد كوكبك الحاكم هو الشمس. اهم ميزاتك كريم، شجاع، جريء، واثق من نفسك، انيق، مهندم، قائد، اجتماعي، حنون، منظم وناجح. ابرز عيوب مولود الاسد حب الظهور وحب التملك والسيطره، ملك الغابه بقى. التناقض اللي ممكن يكون في شخصيته اللي انه بالرغم من احساسه العالي، الايجو عنده عاليه واحساسه بنفسه، الا لما بيحب ما بيحسش بنفسه خالص، ممكن يعني يحب بعمق جدا جدا ويتنازل ويجي على نفسه. المرض النفسي، العرض النفسي اللي ممكن يصيب مولود الاسد هو اضطراب الشخصيه النرجسيه. اكتر الاشخاص النرجسيين ممكن نلاقيهم من مولود الاسد. بيتفق مع القوس والحمل. العذراء. مولود العذراء كوكبه الحاكم هو عطارد. العذراء كوكب الحاكم هو عطارد. اهم ميزات العذراء هي الدقه، النظام، الترتيب، شخصيه طموحه ناجحه، قوي الملاحظه جدا، ذكي ولماح، يعتمد عليه، كاتم للأسرار، مبتكر، مستقل، واقعي وعملي.
التناقض اللي بيقابل مولود العذراء بالرغم من ان ذكائه شديد جدا جدا جدا، هو ذكي جدا ولماح، الا ان في اوقات ذكائه بيخونه او هو ساعات يعمل نفسه مش فاهم او الامور بتمشي كده، لكن مش عايز اقول اللي هو ايه يعني يسموها ايه، مش بيستغبى والله، مش يعني هو بيبقى فاهم وعامل كل حاجه بس يعمل مش فاهم بمزاجه ويطنش. طيب لو قلنا ان هو العيوب اللي عند مولود العذراء هو زعله وحش وقلاب ومنتقد لازع جدا جدا جدا، عنده شويه ما بيعرفش يبطل تفكير، مولود العذراء بيفكر بشكل كتير جدا، يعني ممكن حتى هو نايم بيفكر، دي من اشد عيوبه، يعني حتى هو نايم ممكن تلاقي العذراء بيفكر. المرض النفسي او العرض النفسي اللي ممكن يقابل العذراء هو الوسواس القهري من كتر القلق، بيتفق مع الطول والقوة.